السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بصوا يا شباب، احنا النهاردة ان شاء الله عندنا درس جديد في التاريخ اسمه احمد ابن طولون ومحمد ابن طغج الاخشيدي. طيب تعالوا ناخد واحد واحد ونعرف مين الناس دي. الاول هنتكلم عن احمد ابن طولون، مؤسس الدولة الطولونية. بيقول ان احمد ابن طولون ده مؤسس الدوله الطولونيه. الراجل ده نعرف الاول هو مين وجه منين وايه علاقته بمصر. قال لي احمد ابن طولون هو تركي الاصل. يعني ايه تركي الاصل؟ يعني اصله من تركيا. اصله منين؟ برافو، من تركيا. طيب لكنه نشأ وتربى في بغداد، يبقى هو اصله منين؟ برافو، تركيا. ونشأ في مدينة، برافو، بغداد. طيب قال لي بعد كده جه مصر علشان يحكم مصر. طب ايه اللي جاب احمد بن طولون من بغداد لمصر؟ قال لي علشان يحكم نيابة عن واحد اسمه بيك باك. تاني، احمد بن طولون انتقل لمصر علشان يحكم نيابة عن بيك باك. برافو، قولوها تاني ورايا، بيك باك، بيك باك، برافو عليكم. طيب قال يفضل احمد ابن طولون يحكم مصر لحد ما توفى بيك باك. طيب تفتكروا لما يتوفى ايه اللي هيحصل؟ قال لي لما يتوفى بيك باك هيفضل احمد ابن طولون حاكم مصر. مش كده وبس، الأول كان بيحكمها بالنيابة عن شخص، دلوقتي هيبقى هو الوالي على مصر، وهيبتدي من الوقت ده تأسيس الدولة الطولونية. تأسيس الدولة إيه؟ برافو، الطولونية. طيب كانت إيه أهم أعمال أحمد بن طولون؟ قال لي الراجل ده جه وعمل لي 5 حاجات حلوين جمال زيه كده في مصر. أول حاجة، الراجل ده كون جيش كبير وقوي. كون جيش كبير وقوي، برافو، قول ورايا تاني، كون جيش كبير وقوي، برافو. قال لي تاني حاجة، أنشأ مدينة علشان تكون عاصمة لمصر، سماها مدينة القطائع. أنشأ مدينة، برافو، القطائع. أنشأ مدينة القطائع، برافو عليكم. تمام، يبقى كون جيش كبير وقوي، أنشأ مدينة القطائع، برافو عليكم. قال لي وبنى مسجد مشهور قوي قوي قوي، هو المسجد اللي في الصورة ده، يسمى مسجد أحمد ابن طولون. يسمى مسجد، برافو عليكم، أحمد ابن طولون. طيب يبقى كون جيش كبير وقوي، أنشأ مدينة القطائع، بان مسجد أحمد ابن طولون. طيب عمل إيه تاني أحمد ابن طولون؟ قال لي الراجل ده كان هدفه في مصر إنه ينشر العدل، كان راجل عادل وعمل على نشر العدل، عمل على، برافو، نشر العدل، عمل على، برافو، نشر العدل. بس كده؟ قال لي لأ، كان بينشر العدل ويساعد الفقراء، ومساعدة الفقراء، ومساعدة، برافو، الفقراء، ومساعدة الفقراء. تمام، يبقى التاني، الراجل ده من الأول عمل إيه؟ كون جيش كبير وقوي، أنشأ مدينة القطائع، بنى مسجد أحمد ابن طولون، عمل على نشر العدل، ومساعدة الفقراء. تمام، عمل ايه تاني؟ قال لي الراجل ده من شدة حبه في مصر اهتم بالزراعة، اهتم بالزراعة، برافو عليكم. طيب فبدأ ببناء الجسور، بدأ ببناء، برافو، الجسور، يبقى اهتم بالزراعة، اهتم بالزراعة، وأقام
الجسور أقام، الجسور اللي وقام بحفر الترع، قام بحفر الترع، قام بحفر، برافو الترع، يبقى إقامة الجسور برافو وحفر الترع، تمام. قال لي والقنوات، القنوات دي يا شباب القناة المائية هي مكان زيه زي الترع لكنه أصغر من الترع شوية، تمام. يبقى التاني، الراجل ده اهتم بالزراعة فأقام الجسور، تمام، وقام بحفر الترع، برافو عليكم، والقنوات، تمام. آخر حاجة عملها أحمد بن طولون، شيد البيمارستان وجعل العلاج بالمجان، شيد البيمارستان وجعل العلاج بالمجان، تاني، شيد البيمارستان، قول ورايا البيمارستان، برافو، مرة كمان، شيد البيمارستان، برافو، وجعل العلاج بالمجان. انا شايفه حد بيقول يا ميس يعني ايه البيمارستان؟ حبيبي البيمارستان دي شرح مبسط كده، هي زي المستشفى دلوقتي. قال البيمارستان دي دار للعلاج، يعني مكان للعلاج بنعالج فيها الناس زي المستشفى، تمام. وكان زمان بيتم فيها تدريس الطب، يعني مكان بيتم فيها العلاج وبيدرس فيها الطب، تمام. يبقى تاني، البيمارستان هي دار للعلاج وتدريس الطب. طيب حلو قوي الكلام ده، يبقى دي كده اهم اعمال احمد بن طولون، هقولها تاني، تمام. احمد بن طولون كون جيش كبير وقوي، انشأ مدينة القطائع، بنى مسجد احمد بن طولون، عمل على نشر العدل ومساعدة الفقراء، برافو، اهتم بالزراعة فأقام الجسور وحفر الترع والقنوات، آخر حاجة، شيد البيمارستان وجعل العلاج بالمجان، برافو، تمام. طيب قال لي بقى إن أحمد بن طولون ده يعني ما اكتفاش بس بحدود مصر أو بدولة مصر، كان راجل طموح، كان عايز يحكم دول تانية ويكون مملكة كبيرة، تمام. فبدأ أحمد ابن طولون إنه يوسع حدود دولته، زي ما احنا شايفينها اللون الأصفر ده كله كانت حدود الدولة الطولونية اللي بيحكمها مصر بقيادة أحمد ابن طولون. طيب قال إن الدولة الطولونية اللي كان بيحكمها أحمد ابن طولون دي امتدت في كل الاتجاهات، فامتدت شرقا الى بلاد الحجاز، امتدت شرقا الى بلاد الحجاز، الاتجاه الشرقي يا شباب اهو هنا كده الحجاز. يبقى تاني، امتدت الدولة الطولونية شرقا حتى بلاد الحجاز، شرقا حتى بلاد الحجاز. طيب قال لي وامتدت غربا حتى برقة، امتدت غربا حتى برقة، يبقى تاني، شرقا حجاز غربا برقة، شرقا حجاز غربا برقة. طيب قال لي وامتدت شمالا حتى الشام، شمالا شام، شمالا شام. طيب يبقى تاني، امتدت شرقا حتى الحجاز غربا برقة، شمالا شام. قال لي وامتدت جنوبا حتى بلاد النوبة، امتدت جنوبا حتى بلاد، برافو، النوبة. يبقى تاني، قولوا ورايا كده يا شباب، حدود الدولة الطولونية امتدت شمالا حتى بلاد الشام، شمالا شام، تمام، شمالا شام، شين وشين يا شباب. طيب جنوبا نوبة، جنوب نوبة، جنوب نوبة، بصوا فيها جنوب نوبة، برافو. طيب وامتدت شرقا حتى
الحجاز امتدت شرقا حتى برافو الحجاز، وامتدت غربا حتى برقة، امتدت غربا حتى برقة، برافو عليكم. طيب ودي كانت حدود الدولة الطولونية اللي أنشأها أحمد ابن طولون، تمام. طيب تعالوا بقى، قال لي بعد ما انتهت الدولة الطولونية، خلصت خلاص، مات أحمد بن طولون واللي من بعده وخلصت، جالنا واحد تاني جديد خالص اسمه محمد ابن الطخج الإخشيد، تاني اسمه محمد ابن الطخج طخج الإخشيد. طيب الراجل ده مؤسس الدولة الإخشيدية، مؤسس الدولة الإخشيدية، حلو الكلام ده. طيب تعالوا برضو نعرف مين محمد بن طخج الإخشيدي وإيه أصله، زي ما عرفنا في أحمد بن طولون. شباب حد فاكر إحنا قلنا أحمد بن طولون هو مؤسس، أحمد بن طولون مؤسس الدولة، برافو عليكم، الطولونية. طيب أحمد بن طولون كان من بلد إيه؟ برافو، تركيا. قال لي ومحمد بن طخج الإخشيدي هو كمان من تركيا، فكان تركي الأصل، كان تركي الأصل، كان تركي الأصل. طيب حد يجي يسألني يقول لي طب يا ميس هو كان عيلته اسمها الإخشيد؟ هقول له لا يا حبيبي، كلمة الإخشيد دي هي اللقب، كلمة الإخشيد هي لقب، حد لقبه بإخشيد، ومعنى إخشيد تعني الملك، إخشيد معناها الملك، كلمة إخشيد معناها الملك، برافو عليكم. طيب طب هو ليه سمي بالملك؟ قال لي لأن الراجل ده كان قوي جدا وشجاع. طيب شجاع في إيه؟ قال لي في الفترة دي كان في دولة اسمها الدولة الفاطمية، دولة تسمى الدولة الفاطمية، قال لي الدولة دي كل شوية تيجي وتحاول تدخل مصر، كل شوية تيجي وتحاول تدخل مصر، طب ما بتخشش مصر ليه؟ قال لي لأن محمد بن طخج الإخشيدي كان بيتصدى لهم، يعني إيه؟ يعني كان بيحاربهم ويهاجمهم ويرجعهم مكانهم تاني، تمام؟ فكان محمد بن طخج الإخشيدي لقب بالإخشيد، لقب بالإخشيد، يجي يقول لي بما تفسر، وإحنا عارفين بما تفسر يعني ليه، بما تفسر يعني ليه، لقب محمد بن طخج الإخشيدي بالإخشيد، أقول له لأنه أظهر شجاعته في صد هجمات الدولة الفاطمية، ها لأنه أظهر شجاعته في صد هجمات، برافو عليكم، الدولة الفاطمية. طيب تعالوا بقى ناخد أهم أعمال محمد بن طخج الإخشيدي. طيب بيقول لي إن محمد بن طخج الإخشيدي الراجل ده أعاد الأمن والنظام، أعاد الأمن والنظام، ليه يا عم؟ قال لي أيوه، محمد بن طخج الإخشيدي جه فترة ما كانش فيها أمن ونظام في البلد، فجه وحكم مصر وأعاد الأمن والنظام مرة أخرى، تمام. عمل إيه تاني؟ قال لي الراجل ده قوى مركزه، يعني إيه؟ يعني بمعنى أصح كده أثبت نفسه حكمه فين؟ قال لي أول حاجة في مصر لأنه كان بيحكم مصر، تمام. قال لي مش كده وبس، قال لي كمان كان بيحكم بلاد الشام، كان يحكم بلاد، برافو، الشام، تمام، يبقى هو بيحكم بلاد مصر والشام. طيب بس قال لي لا، وضم معاهم لحكم بلاده دولة أو بلاد الحجاز، بلاد الحجاز، بلاد الحجاز، برافو عليكم. طيب ليه الحجاز؟ قال لي لأن بلاد الحجاز دي حاجة مميزة جدا. طيب مبدئيا الحجاز دي دلوقتي اللي هي السعودية، وإحنا كلنا عارفين إن السعودية فيها حاجتين ربنا سبحانه وتعالى ميزها بيهم عن أي بلد تاني، اللي هما إيه؟ قال لي أول حاجة المسجد الحرام اللي هي الكعبة، يا شباب الكعبة اللي أي مسلم
بيروح يحج لها من جميع مشارق الأرض ومغاربها. فيبقى حاجة مهمة؟ اه طبعا حاجة مهمة وشرف كبير في الإسلام. طيب قال لي تاني حاجة موجود برضو في بلاد الحجاز في المدينة هنا، المسجد النبوي، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام، عليه الصلاة والسلام. مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام موجود هناك برضو في بلاد الحجاز. فقال لي إن اللي كان بيحكم بلاد الحجاز زمان كان بيشرف على المسجدين، وده شرف كبير وعظيم قوي في الإسلام، شرف كبير وعظيم في الإسلام. علشان كده حب محمد بن طقج الإخشيدي إنه ينول الشرف ده وإنه يصبح مشرف على الحرمين الشريفين. حرمين الشريفين اللي هما المسجد الحرام والمسجد النبوي. يبقى تاني، كانت حدود الدولة في عهد محمد بن طقج الإخشيدي كان يحكم مصر، برافو، وبلاد الشام، صح؟ وآخر حاجة بلاد الحجاز، برافو عليكم. يجي يقول لي بما تفسر قام محمد بن طقج الإخشيدي أو الإخشيد بضم بلاد الحجاز إلى دولته؟ أقول له ليكون له الإشراف على الحرمين الشريفين. تمام، برافو. قال لي بعد كده تالت حاجة عملها محمد بن طقج الإخشيد، قال لي إن الراجل ده حمل بلاد من الأخطار الخارجية. طيب حمل بلاد من الأخطار الخارجية إزاي؟ مش إحنا خدنا يا شباب إن الراجل ده صد هجمات الفاطميين، صح؟ تمام. قال لي إن الدولة الفاطمية ما بطلتش تحاول إنها تخش مصر، كل شوية تخش مصر حتى بعد محمد بن طقج الإخشيد. علشان كده محمد بن طقج الإخشيدي كان كل شوية يشدهم، فدي اللي بتسمى الأخطار الخارجية. يبقى تالت حاجة عملها محمد بن طقج الإخشيدي إنه حمل بلاد من الأخطار الخارجية. تمام، حمل بلاد من الأخطار، برافو، الخارجية. قال لي رابع حاجة وآخر حاجة عملها محمد بن طقج الإخشيد، قال لي إن الراجل ده كان بيهتم جدا إنه يحتفل بالأعياد، كان يهتم بالاحتفال، برافو، بالأعياد. تمام، قال لي أنه أعياد؟ قال لي أعياد الإسلامية زي العيد الكبير والعيد الصغير مثلا، طيب والأعياد المسيحية. مش احنا في مصر يا شباب مسلمين ومسيحيين وكلنا إخوة؟ فكان بيهتم محمد بن طقج الإخشيد إنه زي ما بيحتفل بالأعياد الإسلامية يحتفل بالأعياد المسيحية. ومن أشهر الأعياد اللي احتفل بيها محمد بن طقج الإخشيد عيد الغطاس، عيد الغطاس. تمام، تعالوا كده نراجع أهم أعمال محمد بن طقج الإخشيد. قال لي الراجل ده أول حاجة أعاد الأمن والنظام، أعاد الأمن، برافو، والنظام. تاني حاجة كان يحكم مصر والشام والحجاز، مصر والشام، برافو، والحجاز. تالت حاجة حمل بلاد من الأخطار الخارجية، حمل بلاد من الأخطار، برافو، الخارجية. وآخر حاجة كان يحتفل بالأعياد الإسلامية والمسيحية. آخر حاجة كان يحتفل، صح، بالأعياد الإسلامية، برافو، والمسيحية، برافو عليكم، مثل عيد الغطاس. تمام، أشوفكم على خير إن شاء الله في الدرس القادم.